إذن لابد في البيع والشراء معرفة الثمن ومعرفة المثمن، وهذه يقع فيها كثير من الناس اللي هي شنو؟ ما راح نختلف. يا معود بكم؟ قال ما راح نختلف. ومن قال لك ما راح نختلف؟ يا أكثر ما اختلف الناس في هذا. بعد ما يتم البيع ويخلص يقول لا ترى اللي بعتك يا بثلاثين. قال لا غالي. أنت قلت لي ما راح نختلف. إيه ما راح نختلف 30. قال يا معود ينباع برا ب20. قال لي بس انت شريت 30، هذا سعره 30 يا معود. ويصير الخلاف بين الناس. لذلك يجب أن تحسم هذه الأمور، لابد أن يعرف الثمن. ما يصير بيع وشراء معلق هكذا ما راح نختلف، لا راح نختلف. فلابد أن يحدد الثمن قبل دفع المال واستلام البضاعة، وهذا لابد أن يعرف الثمن، كم ثمن هذا المبيع. والثاني لابد أن يعرف المثمن، ما هو المبيع. ما يصير تشتري شيئا مجهولا. اشتريت منك شاتا عنده 100 شات، أيه اللي اشتريتها وبكم؟ فلابد أن يحدد المبيع ويحدد الثمن، لابد أن يحدد المبيع ويحدد الثمن.